بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها، فالله سبحانه وتعالى يريد أن يقول للمؤمنين في كل زمان ومكان إنه عندما يدعوهم إلى الإيمان وإلى العمل الصالح فإنه لا يحملهم فوق طاقتهم، بل إنه يكلفهم بكل ما أوجبه عليهم وبكل ما حرمه عليهم في نطاق قدرتهم. لا نكلف نفسا إلا وسعها، أولئك الذين انفتحوا على الإيمان بالله وبرسوله وباليوم الآخر واستقاموا في خط الإيمان فكان عملهم صالحا في وضعهم في أنفسهم وفي علاقاتهم بالآخرين وفي علاقاتهم بالحياة كلها، وأولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وعندما يحدثنا الله سبحانه وتعالى عن الخلود في الجنة فإنه يقول لنا: أيها الناس، إنكم قد تتعبون من العمل الصالح، قد تفقدون بعض شهواتكم، قد تفقدون بعض علاقاتكم، قد تفقدون بعض أوضاعكم، ولكن كل ذلك فان فأنتم ستموتون وشهواتكم سوف تموت معكم، والناس الذين تطلبون رضاهم في سخط الله سيموتون وستفارقون الحياة كلها. لذلك اصبروا على ما يريد الله لكم أن تضحوا به في سبيله من مزاجكم ومن بعض حرياتكم ومن بعض علاقاتكم ومن بعض أوضاعكم، لأنكم ستكسبون من التضحية بكل هذه الحياة الفانية ستكسبون حياة خالدة. إذا ضحيت بالفاني فإنك ستحصل على الخالد. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، تستأنسون بها، ترتاحون بها، ثم تذوب، والباقيات الصالحات من أعمالكم وطاعتكم لربكم خير عند ربك ثوابا، لأن ثوابها الجنة، وخير أملا، هي الأمل الكبير الذي يمكن للإنسان أن يتحرك نحوه. كيف، ما هو مجتمع الجنة؟ ما الفرق بين مجتمع الجنة ومجتمع الناس؟ أما مجتمع الناس فهو مجتمع العداوات والأحقاد والبغضاء والنيات الشريرة والحروب وما إلى ذلك. أما في الجنة ذلك هو المجتمع المثالي. الله يعرفنا الجنة بأن من أسمائها دار السلام، من أسمائها دار السلام،
طبعا السلام يعني يمثل الحالة التي لا حرب فيها في الجانب الفعلي ولا حرب فيها في الجانب الشعوري، لأن حربنا في الواقع تنطلق من حالة الحرب التي نعيشها ضد بعضنا البعض في الداخل. أنت عندما تحقد على صاحبك وعندما تضمر له العداوة وعندما تضمر له الشر، فمن الطبيعي أن يتحول ذلك عندما يصل إلى درجة التوتر، وعندما تحيط به الظروف يصل إلى درجة الانفجار الذي يتحول إلى حرب. لذلك مجتمع الدنيا هو المجتمع الذي يغلب فيه الحرب على السلام، مجتمع الصراع. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله. عالم صراع، واحد يدفع الثاني. أما في الجنة ننتهي من هالعالم تماما. ونزعنا ما في صدورهم من غل، يعني الناس اللي يدخلوا الجنة هم الناس الذين لا يحملون في صدورهم أي حقد على أي مؤمن. نزعنا الغل، هو الحقد الذي يعبر عن العداوة، يعبر عن البغضاء. ونزعنا ما في صدورهم من غل، فهم متحابون وهم متعاونون وهم منفتحون، كما حدثنا الله في آية أخرى إخوانا يعيشون الأخوة الحقيقية، أخوة العقل وأخوة القلب وأخوة الإحساس والشعور وأخوة الواقع كله. إحنا الله سبحانه وتعالى بالدنيا أراد أن يركز أخوتنا على مستوى الإيمان. إنما المؤمنون إخوة. الله آخى بيننا بتوحيدنا له، آخى بيننا بإيماننا برسله وكتبه ورسوله، آخى بيننا بانفتاحنا على أوليائه، آخى بيننا بالإيمان باليوم الآخر. الله آخى، بس احنا رفضنا ذلك. الآن احنا عصبيات العائلية، الآن احنا نحاول أن نفضلها على العصبيات على الخط الإيماني في الأخوة في هذا المجال. يقتل المؤمن المؤمن على أساس عصبية هنا وعصية هناك، يضربه، يقف ضد مصالحه في الجنة عندما. لذلك احنا نقول يا جماعة أنه الله يريدنا بالدنيا أن نتدرب على أخلاق أهل الجنة. يعني أنت الآن إذا كنت تحمل في قلبك غلا للذين آمنوا، صل ما شئت ثم ما شئت، فإن من الصعب أن تدخل الجنة. تخرب الجنة الإنسان الذي يدخل الجنة سلام ومحبة وتعاون. إذا صار جنابك أنت حامل في قلبك كل أحقاد الدنيا وكل بغضاء الدنيا، كيف يمكن تخرب الجنة أنت؟ الله ما مستعد يخرب جنته على حسابك في الموضوع هذا، مش ممكن. لهذا احنا الان في الدنيا نتدرب على اخلاق الجنه. يعني الله سبحانه وتعالى عندما يعلمنا ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، قل يا رب انزع بالدنيا احنا، لا تخلينا نحقد على مؤمن، لا تخلينا، لا تدعنا نبغض مؤمنا، لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الله سبحانه وتعالى يحدثنا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله الذين اتبعوا سبيله، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وتواصوا بالحق وتواصوا بالمرحمة، أن يعيش كل واحد يرحم الآخر في هالمقام. فالله يريدنا في الدنيا أن نقوم
بدورة تدريبية حتى نتخلق بأخلاق أهل الجنة، حتى إذا وصلنا للجنة نكون عندنا أخلاق الجنة، ما نخرب الجنة. هذا ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتها الأنهار، يعيشون الطمأنينة والاستقرار والروحانية والمحبة لله والشكر لله. لاحظوا كيف يعبروا عن النتائج التي وصلوا إليها، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، الحمد لله الذي هدانا للإسلام الذي أدى بنا إلى الجنة، الحمد لله الذي هدانا لطاعته التي حملتنا إلى الجنة، الحمد لله الذي هدانا لمحبته لخوفه خوفنا منه رجائنا له الذي أدى إلى الجنة. هذا يعني من الأمور، كيف تشكر الله إذا أعطاك ولد، كيف تشكر الله إذا رزقك مال، كيف تشكر الله إذا حقق لك نجاحاً، إذا حقق لك ربحاً، إذا هيأ لك أمنية من الأماني. احمد ربك على الهدى إلى الحق أكثر مما تحمد ربك على شيء آخر، لأن كل شيء مما أعطاك الله في الدنيا يمثل حاجة آنية، أما الهداية فهي الحاجة التي لا حاجة فوقها، هي حاجتك إلى في الدنيا وحاجتك في الآخرة. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا ودلنا على هذا وأنزل لنا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لأن الله هيأ لنا سبل الهداية بما أعطانا من عقل ومن فطرة ومن إحساس ومن شعور، وأنزل إلينا رسلا لقد جاءت رسل ربنا بالحق. هذا كان حديثهم فيما بينهم، يحمدون الله على هدايتهم لدينه التي انطلقت بهم وسارت بهم في طريق الجنة حتى وصلوا الجنة. وهذه النقطة الله يريد دائما أصحاب يريد الله سبحانه وتعالى في آيات الكثيرة التي يحدثنا فيها عن الجنة، يريد أن يحول الجنة عند كل واحد إلى الأمنية الكبرى. أليس لكل واحد منكم أحلامه؟ أليس لكل واحد منكم أمنياته؟ حاولوا أن يكون الحلم الكبير عندكم الحصول على الجنة، أن يكون تلك الأمنية الكبرى هو الحصول على الجنة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما خير بخير، قل خذوا خير الدنيا كلها، ما خير بخير بعده النار، وما شر بشر، عذاب بلاء بعده الجنة. بحيث تكون الجنة هي الحلم. لا يستوي، الله يقول لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لكن الجنة ليست مجانا، يعني واحد الآن يكذب ينحرف يخون يغتاب الناس ينصر الظالمين يبرر للظالمين ظلمهم يكون جاسوسا على المؤمنين يؤذي المؤمنين يتكلم بما ليس له به علم، اللهم ارفقنا الجنة؟ لا، لأنك أنت الآن صفاتك ليست صفات أهل الجنة. لاحظوا النداء بعد ما يقولوا الحمد لله الذي ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. الله أعطاكم إياها مش بلاش، لأنكم عملتم للجنة
فأعطاكم الله الجنة من خلال عملكم. لاحظوا القرآن الكريم عندما يتحدث عن الجنة يتحدث عن العمل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وهكذا الله سبحانه وتعالى يتحدث مثلا، فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما اكتسبوا. كل شيء بحساب. نعم، يمكن واحد الآن مثلا أعماله تصير 70% 80% مثلا، هنا يستغفر الله، الله يتوب عليه، الله يرحمه، الله يشفع فيه أولياءه، هذه تصير. بس أنك ما عندك شيء كلية وتريد الجنة، لا، هذا بحسب المنهج القرآني ليس الأمر كذلك. وقل اعملوا، الله يقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ونودوا، إجا النداء منين؟ من الله سبحانه وتعالى، أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. هنا الله يصور لنا مشهد من مشاهد يوم القيامة، الحوار بين أصحاب النار وبين أصحاب الجنة. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، كنا صحبة بالدنيا، كنا جيران، كنا أقرباء، كنا من بلد واحد، من وطن واحد، لكن لماذا اختلفت النتائج؟ لماذا نحن في الجنة وأنتم في النار؟ ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فالله قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وقد وجدنا الخير في الجنة التي رزقنا الله إياها. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ الله قال أيضا كذلك، قال فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره. احنا وجدنا حقا وانطلقنا في هذا الخط، انتم شو شايفين؟ ماذا ترون؟ قالوا نعم صح، عملنا الشر وكفرنا وضللنا فانطلقنا انتهينا الى النار. قالوا نعم، فأذن مؤذن بينهم لما وضحت القضايا وأقيمت الحجة عليهم، اللعنة الله على الظالمين، يعني لعنة تمثل الإبعاد عن رحمة الله. الظالمين الذين ظلموا أنفسهم وظلموا الحق وظلموا الناس من حولهم، من هم؟ الذين يصدون عن سبيل الله، الذين يقفون في الطريق أمام السائرين نحو الله، أمام العاملين في سبيل الله، يقفون في الطريق ليصدوهم عن سير وعن إكمال المسيرة في طريق الله، إما بإثارة الأضاليل، وإما بالقوة، وإما بالإغراءات، وما إلى ذلك، تماماً كما هو. هذا جنود إبليس. إبليس شو شغلته؟ شغلة إبليس ما هي؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ولا أتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا فكل إنسان يقف من أجل أن يعطل حركة المؤمن في إيمانه وحركة الباحث عن الحق وحركة الإنسان المنفتح على الله، كل إنسان يمنع إنسانا من السير في طريق الهدى، كل أب، كل أم، كل قريب يقف من أجل أن يمنع الناس عن السير في طريق الله، فهذا هو من الظالمين الذين يلعنهم الله ويلعنهم أولياؤه. كل صاحب سلطة يقف في الطريق بجنوده وبأوليائه وبأتباعه وبأحزابه من أجل أن يصد عن سبيل الله، وسبيل الله هو الإسلام، وسبيل الله هو الحق،
وسبيل الله هو العدل، فهو من الذين يسمع النداء فأذن مؤذن بينهم ألا أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. لا يريدون للناس أن يسيروا في الطريق المستقيم الذي يبدأ من الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، يعني لا يريد لك أن تسير على الصراط المستقيم، يريد لك أن تلف أو تدور. ما في بعض الناس يقول لك على أنك إذا مشيت أنت على الحق فلن تربح، لن تربح المال ولن تربح الجاه، حاول أن تلعب على الحبال، حاول أن تلف وتدور، حاول على أن تعمل ما تعمل، لأنه الإنسان الذي يمشي على الحق ما يقدر يعيش. ما في بعض الناس يقولون لكم ذلك، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. لأن الإنسان الذي يؤمن بالله يخاف الله، ولأن الإنسان الذي يؤمن بالحساب يرجو أن يعطيه الله سبحانه وتعالى الجنة والمغفرة والرضوان. هنا يجي حوار ثاني، هذا الحوار بين أصحاب النار وأصحاب الجنة. في جماعة الله يعبر عنهم أصحاب الأعراف، هنا اختلف المفسرون في معنى أصحاب الأعراف، لكن المعروف بين المفسرين أن أصحاب الأعراف هم الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم، يعني لا أن سيئاتهم أكثر ولا حسناتهم مثل بعضها، فإذا ما في شيء يرجح عندهم دخول الجنة وما في شيء يرجح دخول النار. هؤلاء واقفين بالانتظار. ما في بعضكم يقول لك أنت تعال أنت بالطائرة أوقف على الانتظار إذا لك مكان، فهؤلاء يقفون على الانتظار. بس هؤلاء الناس طيبون، صحيح أنه أعمالهم كانت 50% كذا و50% كذا، يعني خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. الله يقول عسى الله أن يتوب عليهم هذا، لكن هؤلاء يعني واقفين على هنا. يقول وبينهما حجاب، بين أصحابين النار والجنة حجاب، سور، يعني موضوع هذا كما ورد، فضرب بينهم بسور مثلا، هذا باطنه ظاهره الرحمة وباطنه من قبله العذاب، في سور بين الجنة والنار. إسا سور طوله كم هو هذا ما لنا شغل في المقام. وبينهما حجاب، وعلى الأعراف منطقة هناك رجال يعرفون كلا بسيماهم، يعرفون أصحاب الجنة بصفاتهم ويعرفون أصحاب النار بصفاتهم، ونادوا أصحاب الجنة، يعني هم صاروا يتكلمون مع أصحاب الجنة ويتكلمون مع أصحاب النار، لأنهم في منطقة تطل على الجنة وتطل على النار. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، لأنه طبعا قلوبهم مع الجنة لم يدخلوها، يعني ما استطاعوا هم أن يدخلوا الجنة وهم يطمعون في دخول الجنة أملا برحمة الله سبحانه وتعالى. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار، طلعوا شوية هني متوجهين إلى أهل الجنة، صارت منهم التفاتة شافوا أصحاب النار، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. عندما رأوا عذاب أهل النار ورأوا شقاء أهل النار ورأوا مصير أهل النار، هيك صاروا في حالة الدعاء لله، خافوا أن الله سبحانه وتعالى يلقيهم في النار نتيجة سيئاتهم. قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، يعني يعرفون الكافرين، يعرفون المنافقين، يعرفون الضالين، فنادوهم. وقد كان هؤلاء من أصحاب الأموال، وقد كان هؤلاء من أصحاب السلطة والجاه. ونادى أصحاب الأعراف رجالا
يعرفونهم بسيماهم بصفاتهم، قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وقد كنتم تجمعون المال الكثير وقد كنتم تعصون الله في المال فتأخذونه من حرامه وقد كنتم تعصون الله في المال فتصرفونه فيما حرم الله عليكم وقد كنتم تعصون الله في المال فتمنعون أصحاب الحق حقوقهم فيما لديكم من مال، ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، وما أغنى عنكم استكباركم واستعراضكم عضلات القوة، استكباركم من خلال سلطتكم، استكباركم من خلال الظروف التي هيأت لكم هذا الموقع أو ذاك. أهؤلاء بعد الحديث مع أصحاب النار ثم يشيرون إلى أصحاب الجنة اللي غالبهم كانوا من الدراويش، من المستضعفين، من عباد الله الفقراء. الآن يقول لهم أنتم أيها الأثرياء المترفون، أيها المترفون، أيها الزعماء المستكبرون، لاحظوا هؤلاء المستضعفين، أهؤلاء الذين أقسمتم وأنتم في الدنيا لا ينالهم الله برحمة؟ هنا يأتي النداء، ادخلوا الجنة، الله قال لهم، أنتم أقسمتم أن الله قال لهم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وأحس أصحاب النار بالعطش، وأحس أصحاب النار بالجوع وبالواقع السيء، وقلنا أنه في سور بينهما، يعني يستطيعوا يطلوا على أصحاب الجنة أو بطريقة ما ينادونهم. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، عندكم الأنهار، أنتم في جنات تجري من تحتها الأنهار، أعطونا كم يعني مقدار من الماء، أن أفيضوا علينا من الماء حتى تطفئوا هذه النيران التي نصلى بها، ومما رزقكم الله من ثمار الجنة ومن فواكها. قالوا احنا ما لا نملك الجنة، الله يملكها والله حرمها، إن الله حرمها على الكافرين الذين منهم الكافرون ومنهم أشباه الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا، كان لهوهم هو دينهم، ولعبا كان اللعب هو الدين، وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم، الله لا ينسى، يعني نعاملهم معاملة المنسيين، نهملهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا، وبواسطة أنهم كانوا يجحدون بآياتنا. وهذه أيها الأحبة هذه الجنة، وهؤلاء أصحابها، وهذه النار، وهذه هؤلاء أصحابها، وهؤلاء الذين ذكروا الله فأطاعوه، وهؤلاء الذين نسوا الله فعصوه. والله يطلق النداء لكم الآن قبل أن لا تسمعوا النداء، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد. كل واحد يحسب رصيده عند الله، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وبعد أن تحسبوا حسابكم اتقوا الله فيما تستقبلون من أمركم، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله في عقولهم ونسوا الله في قلوبهم ونسوا الله في علاقاتهم ونسوا الله في قوتهم وضعفهم ونسوا الله في فقرهم وغناهم ونسوا الله في سلطتهم وقدرتهم وهكذا، فأنساهم أنفسهم، نسوا ما يصلحون به أنفسهم وما ينقذون به أنفسهم، أولئك هم الفاسقون.
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، والحمد لله رب العالمين.